نعم، كل الشكر لك كابتن علي حسين على هذه التمارين الرياضيه اللي نتمنى ان شاء الله تطبيقها وان شاء الله تعود على اجسادنا بالنفع ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. الحين طبعا عشان عقب الرياضه والتمارين وهالامور كلها والحرق لازم الواحد يعوض. نعم. وين يعوض؟ عند الشيف عائشه اللي انجزت لنا اليوم طبق من اطباق الحلويات الجميله جدا لذيذ، انا ذقت قطع منه فان شاء الله تستمتعون خيانة بطريقه اعداده ان شاء الله. معكم صباح الخير. صباح الخير. شكرا شكرا. صباح الخير عائشه. صباح النور يا هلا فيك. صباح الخير. صباح الورد. يقولون يقولون اهل الرجيم او اللي حافظون على انه في يوم مفتوح بالاسبوع. ايه. انا كل يوم مفتوح، انا كل يوم ما عندي خميس كل يوم مفتوح، بس يوم خميس خلينا نخلي حق الناس اللي يقولون انه يوم مفتوح عندهم. فبتدلعين الناس اللي عندهم يوم مفتوح. اليوم دلع، اليوم خميس. شنو عندنا؟ راح اسوي حلو ان شاء الله. هو نوع يعني مشتق من صوبين فرنسي وإيران. احنا اليوم راح نقدم لك اللي هو الكلير اسمه. ايوه. وبالايراني خامه يسمونه. حلو الثقافات. اي يكون هو بشكل طولي يتقدم. طيب. بس بايران يسوونه بطريقه يعني نبين هذه الطريقه. هذه الطريقه الايرانيه. والفرنسيه بس نفس المكونات نفس الطريقه نفس التكنيك بس انه الفرق انه بايراني يحشونها كريم. ايوه. بالهذا يحشونها كستر او كاكاو فرنسا. صح. ويرشونها حلو. الفكره العامه واحده. يرشونها بكاكاو. الفكره العامه واحده والمكونات تقريبا نفس الشيء. زين نبدا على بعض. يلا بسم الله. يبينا شغل. يلا. يلا. عندنا هني اول شيء عندنا حليب. طيب. كوب واحد. طبعا يا تحط كوب واحد حليب او نص كوب حليب نص كوب من الماء. أيوة. تخفف الحليب. عندنا 100 جرام طبعا الحليب راح نسخنه. يفرق حليب طازج ولا مو طازج؟ هي طبعا الطازج طبعا افضل. اوكي. بكل الاحوال يعني. حلو. ضفنا تقريبا نص كوب حليب ونص كوب من الماء. سخناه وراح نذوب فيه الزبده، الزبده تقريبا 100 جرام. ممتاز. عندنا هني كوب من الطحين، اربع بيضات، عندنا تقريبا اربع كفاش من السكر ويعني نص قفشه او رشه ملح كذي بس انه يعادل الطعم. هذه هي مكونات الكلير نفسه. هذا نشا ولا شو؟ وارتدت دانا قفازيها. يلا. ايه. يلا دانا. عشان تساعد الشف عاشر. هذه مكونات طبعا راح نشتغل بدايه الطبخه راح تكون على النار. زين. السؤال المعتاد انك ايش كثر تاخذ وقت هذا اللي ما ان شاء الله لو انت على الراحه بتسويها تاخذ تحضير وطبخ عفوا تحضير على الشوله تقريبا نص ساعه بس يبي لها بالفرن تحتاج تقريبا 25 يعني نص ساعه. هذا من بدايه ما احنا راح نبلش فيها لما ان تطلع لنا بهذا الشكل ساعه. أيه. تقريبا ما تاخذ اكثر يعني. حلو. شيف عائشه. طيب. انا اقدر اخذ هذا عشان اشيك عليه اذا طازج ولا لا. لا هذا الكريم. الكريم راح تحشيها. لا الحليب شكله حليب كذي بس شوي لو تشوف بيوسف شويه الكريمه فانيليا. هذا جاري الفحص تم الفحص. هذه طبعا الكريمه اللي راح نحشيها داخل الخامه نفسها. أيوة. تكون تقريبا كوبين كريم ثلاث ارباع كوب سكر بودره ورشه فانيليا تقريبا قفشه كبيره. انا مجهزتها يعني اساس انه عشان الوقت بس انا ابي اقدم شلون ان احنا راح نسوي. انت جهزتيها لك وانا سحبتها لهني. لا لا هي هذه طبعا. أيه. هذه هي هذه الكريمه اللي راح نجهزها. نخلطها بال طبعا الكريمه لازم تكون بارده. السكر يكون درجه حراره الغرفه ونخلطهم مع الفانيليا. أيه. تقريبا ربع ساعة. نضيف الطحين. صح. راح نضيف الطحين ذابة المكونات وذاب السكر فيها راح نضيف الطحين. شوف عائشة عندي سؤال. تفضلي. إيه ليش حطيتي ماي مع الحليب؟ شوفي أنت تبين تبين تخلطين تدمجين المكونات إذا ضفتي بس حليب على الحرارة هذه راح يفور الحليب. إيه؟ فراح يحترق. ما يعني لازم يكون الحليب مخفف. أوكي. عرفتي؟ أوكي. وبعدين ما نقدر نستغنى عن الحليب فيها. أوكي. أخذي الأطراف. خذيت. أي. إيه. لازم تأخذي الأطراف وتتقنين هذا الخليط. إيه. الحين شوي نزيد الحرارة عليها. راح لا ترفعينه عن الشوله. يعني يعني دوره تدريبيه مجانيه على الهواء مباشره. عشان شوف عايشه قاعد تدرب وقاعد تشرح.
احلى صدق بالي طويل والله ما شاء الله عليك. على فكره ترى في صعوبه انا اشوفها في قنوات كثيره عن موضوع ان الشرح والطبخ. أي انا هالشيء صراحه صراحه انا بدي نحاول شف عايشه ونسولف معاها بنفس الوقت هي قاعد يعني تضبط الطبخه اللي هذا اليوم وهي سويت بكل الاحوال. أي. ريحتها سيريلاك بالضبط. بعد ضفتي البيض تقريبا هي راح تطلع بهذا الشكل صح. راح ننطرها شوي تبرد وراح نضيف عليها البيض يعني ان نستمر بخلطها. انا احب بيض العيون دائما اشوفه يعني دائما حاضر بكل الكيف. اي بس لازم بيض لازم بيض. لازم يعني البيض سيد المائده انا بالنسبه لي يعني. هذه هي راح تطلع كبرت الجسم. اي الحين لا انا عشان ابي اوصل لنهايتها. أيوة. هذه هي بعد ما نخلطها تبرد شوي بس مجرد دقائق راح نضيف البيض وراح نضربها على الخلاط من بعدها راح تطلع هي بهذا الشكل. ممتاز. بهذه الطريقه. طيب اني بالصينيه حلو. تكون مبطنه او بس على كبي اشيل هي دير بالك عشان لا تحترق. راح استخدمنا هذا الراس او نقدر نستخدم الراس عشان تطلع بهالشكل هذا. اي ممكن شنو ممكن نستخدم مثلا المولد هذا اذا مثلا ما تقدر انك تسوي دائره او شيء بس مجرد عشان تشكل بشكل مطلوب. اي ان نعطينا شكل بس تسهل على نفسك. شايف في بالضبط. لا اقول لك لا لو انا اسويها تطلع حديقه الحيوانات نفس الجيمات لما اسويها. ايوه شوف الحركه. ايوه ان تعطي نفسك اطراف. تعرفون شو الحركه هذه؟ بس الحركه دي هذا اللي تطلع على سناب هذا الافيه اللي يطلع على الصوت اللي يسوونه على المقاطع. وانت قلت الكلمه وانا اي على طول ما يحتاج من كثر ما نصور واحنا حاط نفس الصوت. اقدر اتحكم بالحجم صح؟ تتحكم بالحجم. شوف انا سويت كذا كبيره هم نفسها تقدر تسويها كبيره يعني قطعه واحده مجرد ان نعطيها شوي بالماي شيء بسيط. هذا شنو يعني؟ ان الطرف البوز اللي فوق اوكي تهدينا اثنين يريح شوي. من بعدها راح ندخلها الفرن تقريبا ايش كثر؟ 25 الى نص ساعه على حسب الحراره. درجه الحراره 170 170 بالفرن الكهربائي اما الفرن العادي ممكن 175 180 ممتاز. بعدها راح تطلع بهذا الشكل. هذا شكل النهائي. هذا الشكل. ما ادري عندنا وقت نقدر نحشي وحده او نمون على المؤشر. ما علينا نمون على يوسف على المؤشر وعلى المخرج وعلى كل الطاقم نمون عليهم بس راح نحشي وحده. ايش كثر هاشم عندنا؟ ثلاث دقائق حلوين. ثلاث دقائق يلا راح تطلع بهذا الشكل. راح نخليها شوي مو شوي لازم تبرد يعني خلاص انه ما يكون فيها اي حراره. ممتاز. عشان ما تخرب الخلطه. نقدر انه في ناس راح تقول الحين انا ادري انها تتحشى هي. ايوه من من هني تحشيها الكريمه وخلاص راح تحس بثقلها وراح تنتفخ ويانا. هذه طريقه ثانيه. هذه الطريقه الاساسيه. الاساسيه ايه. انا ابي احشيها بس عشان انه الشكل يعني شكل حلو. ترى كلها الشرح في لوحه فنيه موجوده هناك بس ما راح تطلع. راح تطلع الحين. راح تطلع لما نخلص. مجرد ان انا كذي حشيتها. الله. اي انا اسميها الرسامه. راح تطلع الرسامه عايشه. راح تطلع هالشيء الحين بيوسف. هاي حركتك. اي انا ناطر الحركه. يعني ذاك اليوم صراحه يعني خلتني اسوي انا ما اعرف الا اسوي هالشيء هذا. وبعدين خلاص. اي صح. ايوه والله فنان والله. يا ايش رايك؟ شعور شعور. ترى طعمها غير لما تسوي. اي لا مبين. كافي ولا بعد؟ ترى ما اعرف. لا بس بس كافي. بس كافي زين اكثر. بس انها هي شوي يبي لها طوله بال. التكنيك الخطوات اللي احنا سويناها. البيض هذا طبعا لاحق هذا راح نحطه على الباجي نكمل. أيوة. العجينه. وجابت اللوحه دانه نشوف الشكل النهائي. والله ما شاء الله كانها رسمه صدق يعني والله بدون مبالغه شوق يعني شكلا ومضمونا وشرحا وتفصيلا اكيد طعما بعد وطعما انت. وين عبد الرحمن؟ لا بعد شوي بعد شوي. خلصنا؟ خلصنا. عساك على القوة. الله يقويك. شكرا على يعني هذا. بالعافية. بنروح حق المؤشر. لأن الخميس يعني مهم جدا بالنسبة للأسواق العالمية والكويتية والخليجية. صباحك الله بالخير يوسف.
طبعا نواف صباح لك بالخير وعلى دانا وعلى المبدعة دائما الشيف عايشة، واليوم مسوية حلو وإن شاء الله تكون اليوم تداولات البورصة حلوة نفس الطبخ. إن شاء الله. نسمع منك تفاصيل أكثر وإن شاء الله فالهم اللون الأخضر بداية جلسة وختام أسبوع جميل إن شاء الله، لكن بعد الفاصل القصير على إحنا ما نتناول هذا الجمال.